بعكك على بوجوس شويه. بوجوس مطعم لسه فاتح جديد في اسكندريه، فاتح اول فرع ليه في اسكندريه وعليه فرعين في القاهره. المكان عباره عن امريكان كيتشن، بيقدم ماك اند تشيز، بيقدم برجر هوم ميد، بس عنده بقى تو ايتمز فيري سبيشال. اول واحد عنده تشيكن دونتس، انا بصراحه الاسم شدني جدا حبيت اجربها. فكرتها ان شبه الدونتس بالظبط، بمؤاخذه في الكلمه تبقى مخرومه من النص، عليها طبق زي تشيكن كريسبي من بره ومن جوه مليانه تحسها شبه ال كوردون بلو شويه، وانا بصراحه عجبتني جدا. تاني حاجه سبيشال تشيكن سوشي، انا بصراحه نوت ا بيج فان للسوشي، ما بحبوش خالص، طعمها شبيهه برضو بالتشيكن دونتس شويه، ولكن اكسبيرينس السوشي، شوب ستيكس في طبق بتاع السوشي بتمسكها كده تاكلها، حلوه جدا برضو. نيجي بقى للبرجر هوم ميد، حلو فيه انه معمول على حطب، التيست بتاعه واضح حتى مش في الافتر تيست، تحسه في التيست نفسه. هو عنده البورشن حلوه، عاملها بورشن حلوه جدا، بس الراجل كريم قوي. بص الريشه قد ايه؟ انا عمري ما شفت ريشه كده. When it comes to the drinks جربت الايطالي، مش عارف اسمه ايطاليان سودا تقريبا، والفتره الجايه ان شاء الله هيبقى عامل ديسكاونت، في اي ابديتس هبلغكم. يومكم جميل.